مش عارف ايه رايح اشوف. فجأة طلع منه بريق جميل ونور في جماله العيون ما تشوف. ساعتها لقيت نفسي طاير، لقيت نفسي طاير مع الكتاب العظيم وبكنزه المخفي اصبحت عليم. الكتاب العظيم كنز مخفي عظيم. يكتب الكنوز عاوز ارجع اليك والكنوز حد معايا متفرج عليك. كتاب حقيقي للاجيال ودن حقيقه ومش خيال. قصتنا اليوم هي امتحان الإيمان والطاعة. مرحبا بكم في البيت الذي على الناصية في آخر الشارع حيث زوجة عبقرينا الشكاكة. سمسم فيفي أوري، حان وقت الاستعداد للعشاء. غريب، لا يبدو منهم صوت، ما الذي يمكن أن يشغلهم الآن؟ لقد فقدت أثرهم. لابد أنهم في مكان ما. غير موقعك أو افعل أي شيء فنحن نكاد نجدهم. أعرف أعرف، أتري شيئاً هنا؟ إني قلقة، ماذا لو لم يخرج أوري من صدوم في الوقت المناسب؟ لا تقلقي، أنا واثق أن صديقنا جيزمو سيرعاه. هيا، العشاء معد. سمسم، نسيت أن والدتك لا تعلم شيئاً عن رحلتهما للماضي. كيف نفسر لها؟ جيزمو وأوري، انظري يا فيفي، ها هما، هاي هاي، جيزمو، أوري، هل تسمعني؟ جيزمو، لماذا لا تجيب؟ لا. ما هذا يا سمسم؟ إني آسف. عرف سمسم وفيفي أن أوري وجيزمو لم يصابا بأذن في البحث عن كلبتهما شوشو، والسير عبر الجبال ليس سهلاً خاصة لطفل مثل أوري. نعم. أنا أظن أنني سأخذ راحة. ماذا أفعل من أجلك؟ إني متعب وجائع. لا أستطيع مساعدتك. أريد بعض الراحة. إن أردت أن تجد شوشو يجب أن تستمر في البحث. تعال. لا، سأستريح سأستريح. حسناً حسناً، لقد حاولت. ألتقط رائحة ما؟ نعم، إنها رائحة خشب يحترق. حقا أرني، أنت محق، إني أراها. وحيث هناك دخان فهناك أناس يشعلون النار حبذا لطبخ الطعام، وأنا جائع. هيا. لكني أظن أنك متعب. لكنني جائع. هيا. سآتي سريعا. هب هب هب. لم يعلم صديقان أنهما كانا متوجهين إلى خيمة إبراهيم وسارة حيث سيحدث أمر عجيب هناك. أسرع يا جيزمو، نكاد أن نصل. انتظر، أنا أخشى أن زمبروكي يكاد يفرغ. حسناً، لقد نسيت، هذا سوف يساعدك. حسناً حسناً، أين تظنان أنكما ذاهبان؟ من الأفضل أن تبقيا بعيداً عن الخيمة. أسمعتماني؟ لماذا نبقى بعيداً؟ لأن إبراهيم ينتظر بشغف ميلاد ابنه الأول. أتقصد هذا الرجل هناك؟ لقد عرفته، إنه إبراهيم. ياه، إنه عجوز، يصلح أن يكون جداً. لابد أن له زوجة صغيرة. أتصدق أن عمرها 90 عاماً؟ ماذا؟ 90؟ يولد الأطفال من نساء أصغر. غير عادي، حقا إنها معجزة. أنا لا أعرف معنى معجزة. شيء خارق. نعم، حدث هذا من سنة مضت. كانت الشمس حارقة
وجلس إبراهيم ليستريح من حرارة اليوم تحت بلوطات ممرة. ورفع عينيه ورأى ثلاثة رجال واقفين أمامه. ها؟ مسافرون. يا سيد، إن وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. لأحضر لك قليلا من الماء لتغسل قدميك واستريحوا هنا، بينما أعد لكم كسرة خبز لتتناولوها قبل أن تستمروا في مسيركم. يمكنك أن تفعل ما قلت. شكرا، سأشرف حالا على التجهيزات بنفسي. سارة، أحضري ثلاثة أنصبة من الطعام واصنعي بعض الخبز. لكن لما؟ لنا ما يكفينا اليوم. يجب أن نقدم الإكرام لثلاثة مسافرين. طبعاً سأحضر كل شيء. سأذهب لأنتقي عجلاً صغيراً لهم. مسافرون، عظيم. أشكرك يا إبراهيم. أهلاً بكم معنا، لئلا يقول أحد إن إبراهيم لم يشارك مما أعطاه الله. إبراهيم، ليعرف هذا الأمر في كل نسلك، ولكن أين زوجتك سارة؟ إنها في خيمتنا، هل أدعوها؟ ليس ضرورياً، سأعود إليك في هذا الوقت من السنة القادمة، وزوجتك المحبوبة سارة سيكون لها ابن. سارة ستلد لي ابناً؟ ها؟ سيكون هذا استجابة لصلاتي طول حياتي، لكن هذا مستحيل. لماذا تقول هذا؟ انظر إلينا، إننا عجوزان، فأنا 100 سنة وسارة 90 سنة وقد مضى وقت حملها. ما قلت سيكون. لابد أنه يمزح. هل يكون لي ابن في شيخوختي وها أنا عمري 90؟ من سمع عن امرأة تلد ابنا في هذا السن؟ لماذا تعتبر سارة هذا مزاحا؟ ماذا؟ إن سارة تضحك وتقول لنفسها أنها كبرت على إنجاب الأطفال. أيستحيل شيء على الرب؟ حسناً، أنا سوف أرجع وسيكون لسارة طفل. طبعاً أنا أؤمن. وكما وعد الرب، وعود الرب هي صادقة، سيكون لإبراهيم ابن أخيراً في أي لحظة. إنها قصة رائعة. إنه الطفل، الطفل. أسمع بكاءه. تعال لنذهب لنراه. أنا معك. سأسميك إسحاق لأنك أدخلت الضحك إلى قلبي. انظر النجوم، لابد أنه ليل هناك. حاول أن تسرع بالوقت ليكون صباحا مثلا. سأحاول، هذا قد يجعله فجرا. صباح الخير، وقت الاستيقاظ. كانت فطيرة رائعة. يا عزيزي، تحلم بالطعام. انظر، ها هي شوشو. ماذا؟ أين هي؟ إنني لا أراها. لقد خدعتك يا أوري. الرحمة، أنا لا أوقدك هكذا. هذا حقيقي، لكنني لا أنام أبدا. لا تحاول أن تغير الموضوع هكذا، خير أنك تستطيع النوم إن أردت. أتريد أن تجد كلبتك أم لا؟ بالتأكيد. احترس. لديك كمبيوتر بداخلك، لماذا لم تخبرني يا جزمو؟ إنك لم تسألني أبداً. يلها من لعبة. لا لا، يجب ألا تلمس الأزرار لألا تغير أوامر برنامجي. يا جزمو، لا تكن جباناً هكذا، دعني أضغط الأزرار.
انظر يا فيفي ها هما. أوري هيا تعالا جزمو، أجب يا جزمو، تكلم أرجوك. أخشى أنهما لا يسمعين، ماذا الآن؟ حسنا. لا لا تفعل. انتظر يا جزمو قلت انتظر. لا وأقصد انتظر سمسم. لقد اختفيا. ترى اين نحن؟ يبدو اننا عبرنا الزمن، لا اعلم اين. ولكن ماذا عن شوشو؟ ها انا اعرف، ساسال هذا الرجل هناك. اسمع يا سيد، يا سيد معذرة، أرأيت كلبة؟ كلبة؟ كانت بهذا الحجم. انتظر. هكذا كانت تبدو، نحن نبحث عنها. حسنا، لا أعلم إن كانت هي ما تبحثان عنها، لكن هناك تاجر قال أنه رأى حيوانا غريبا حول جبل المريا. سنبحث هناك إذن. نعم شكرا لك، هيا بنا الآن. ماذا حدث يا صديقي؟ جزمو، هل لديك فكرة عن جبل المرايا؟ لا، لم أسمع أبداً عن جبل المرايا. هيا بنا نرجع. انتظر يا سيد، لقد نسينا شيئاً. انتظر يا أوري حتى أستطيع حمايتك. لقد أصبحت كبير الحجم يا إسحاق، هيا نبدأ في الرجوع الآن. حسناً. كما ترون فقد كبر إسحاق وأصبح ولداً قوياً وسيماً لطيفاً ونافعاً جداً لأبيه العجوز إبراهيم وأمه سارة. مهلاً أمي، لقد عدنا. يا له من فتى. حقاً أبي، اشتقت إليك. وأنا أيضاً يا إسحاق، لقد غبت منذ الفجر فقط. قد يبدو اليوم بلا نهاية. هيا وقت العشاء. حسنا، إني جائع. عندئذ حدث في ليلة ما. ما هذا؟ هذا الصدى أيمكن أن يكون؟ إبراهيم. ربي، ها أنا ذا. إبراهيم، خذ ابنك، ابنك الوحيد إسحاق من تحبه، واذهب لأرض المريا، قدمه لي ذبيحة محرقة. إسحاق ذبيحة؟ نعم. ربي وإلهي، لست أفهم. لقد وعدت أنك ستنشئ عهداً أبدياً مع إسحاق ونسله من بعده، وقلت سأصنع منك أمة وملوك منك يخرجون. حقاً أنعمت على سارة فولدت ابناً، ابني الوحيد إسحاق، والآن تطلب مني أن أسلمه؟ صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا إسحاق. ماذا تفعل؟ أتذهب في رحلة؟ نعم يا إسحاق، استعد للذهاب. حقاً؟ أبوك يقول أنكما ذاهبان لتعبد الله في جبل المريا. لم تذكر هذا من قبل. لقد تحدث الله معي، أنا وابني يجب أن نذهب إلى جبل المريا لنظهر إيماننا. عظيم، سأستعد حالا يا أبي. إبراهيم. إن هذا تموين كافي. أرجو هذا. ستأخذ الرحلة 3 أيام. تماماً.
سيستغرق الأمر 6 أيام حتى نستطيع العودة للمنزل. هل تبقين وحدك يا أمي؟ لا تقلق يا بني، ستكون سعادتي أعظم عند عودتكما. كونا حريصين. سنفعل. سلام. شك معك حق يا جوجو. أين أنت؟ أواثق أننا سنصل لجبل المرايا بمتابعتنا لإبراهيم. أرجو هذا، أرجو أن نجد جوجو عندما نصل. أوف. أبي ألن تأكل؟ لا أريد. إنني فقط لا أفهم لماذا يا رب، لماذا إسحاق؟ انظر إلى وجهه، وجه بريء مليء بالآمال. إسحاق إسحاق، كيف أفعل هذا؟ أبي، ها هو الجبل المريا. شيء غير طبيعي. إبراهيم، أنا الله القدير، لقد جعلتك أباً لأمم كثيرة، سأجعلك مثمراً جداً، وأقيم عهدي كعهد أبدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك وفي أجيالهم. لأكون إلهك وإله نسلك من بعدك. سأجعل كل أرض كنعان أرض غربتك لك ولنسلك من بعدك، وأكون لهم إلهاً. كيف يمكنني أن أعرف إرادة الله؟ الله هو الله، سأطيعه. أبي قل شيئاً أرجوك. يا إسحاق، تذكر هذا، أنا أحبك. أعرف يا أبي. سنقوم أنا وإسحاق بإكمال بقية الرحلة دون مساعدتكم، ابقوا هنا مع الحمير. سمعا سيدي. لنذهب يا إسحاق. إني جاهز. أبي، كنت أفكر، لدينا الخشب للنار، لكن أين الخروف للمحرقة؟ معك حق، الله يرى المحرقة يا إسحاق. حسناً، ضمنت أننا سنرجع لنحضرها. أعطني الخشب يا إسحاق. ها هو. شكراً. يا له من منظر، خيمتنا تبدو هناك خلف هذا الجبل. ترى ماذا تفعل أمي الآن؟ ماذا تظن؟ أبي، هي أين الخروف يا أبي لتقدمة المحرقة؟ أبي إسحاق، أنصت جيداً، الله لا يريد ذبيحة، لا ليس ذبيحة، لكنه قال يريد ابني. ماذا؟ سأكون أنا المحرقة؟ إنها إرادة الله يا إسحاق. هل أنت متأكد؟ ولماذا اختارني أنا؟ إسحاق، لا تسألني لماذا، أنا لا أعرف، هو قال ذلك. لقد فهمت، مهما تقول يا أبي سأطيع. يا إسحاق.
يا ابني إني مستعد. ليكن الله معك. إبراهيم، إبراهيم، ها أنا ذا. لا تمد يدك على الغلام ولا تصنع به شيئا. من الآن عرفت أنك تخافني لأنك لم تمنع ابنك وحيدك عني. لأنك فعلت هذا سأباركك وأجعل نسلك كنجوم السماء في الكثرة، ويتبارك في نسلك جميع شعوب الأرض لأنك أطعتني. آه ولدي، أبي، ما أسعدني. ها حسنا، الله قد هيأ الأمر. إني ألتقط رائحة لحم يشوى هنا على جبل المرايا. هيا نذهب لنرى. نعم، أمتأكد يا جيزمو أنه كان خروفا؟ نعم يا سيدي، أنا واثق تماما. شوشو تعالي هنا. شوشو ليست هنا أيضا. على الأقل عرفنا أنها ليست هنا. سنستمر في البحث. شوشو ابقي هناك، سنجدك حالا. سنستأنف البحث يا جزمو. أنا معك. إذن هيا بنا. لا تسرع، أنا إنسان آلي متعب.